راح نتعلم في فقرة أخضر شلون نزرع محصول يستخدمونه في عدة مجالات. راح نرد على أسئلتكم ونعالج عدة أمور، تساقط أوراق، ثمار صغيرة، كلينك. نقدر نستفيد من عدة عناصر، خصوصاً الفواكه بعدة طرق، مو بس نقدر ناكلها، نقدر نسوي منها عدة أشياء. خلنا نشوفهم بالمهد. برنامج نبات في الأوقات التالية